وينضم إلي الآن من دبي محمد برقان كبير محللي السوق لدى ستار تريدر. محمد أهلا وسهلا فيك مجددا على البرنامج. خليني أسألك عن هذه البيانات التي سمعناها، هل ممكن الأرقام الأسعار المستهلكين أجت كتير أحسن من ما كانت بتخوف السوق، لكن أديش احتمالية أن تكون هذه الأرقام هي يعني خارج عن الطبيعي أو المعهود، أن تكون يعني one off؟ صباح الخير سبا. هذه الأرقام لا يمكن النظر إليها في الوقت الحالي على أنها أرقام لمرة واحدة أو أرقام إيجابية لمرة واحدة، ولكن سعرت الأسواق مخاوف كبيرة من هذه الأرقام بالرغم من إيجابيتها، ورأينا هذه الأرقام هذه النتائج في تداولات الدولار مقابل العملات الأخرى، وأدت إلى هبوط الدولار بشكل كبير جدا، تجاوز 4% خلال فترة قصيرة جدا. لم تسعر الأسواق إيجابية البيانات، ولكن سعرتها بشكل سلبي من مخاوف اقتراب الركود، كون التضخم بدأ بالانخفاض، فلم يعد في الأسواق ثقة بقدرة الاقتصاد على تحمل هذا التضخم، وقدرة الفيدرالي على السيطرة على الآثار السلبية لهذا التضخم. فهبوط أرقام التضخم بالرغم من إيجابيتها إلا أنها أعطت نظرة إلى اقتراب الركود في الأسواق المالية، وهذا ما رفع المخاوف وبالتالي أدى إلى انخفاض الدولار. أما من ناحية الركود نفسه فلم تسعر الأسواق حاليا الركود، ولكن سعرت مخاوف من اقتراب الركود، وهنا هذا الفرق بين التسعيرين، وبالتالي لم تنعكس الأرقام بشكل إيجابي جدا على الأسواق الأخرى أو السلع الأخرى أو العملات حتى المقابلة للدولار بشكل كبير جدا، ولكنها انعكست بشكل سلبي تحديدا على الدولار لأنها مجرد مخاوف فقط. وبالتالي ما هي التوقعات الآن للأرقام المقبلة؟ يمكن ما الذي تسعره السوق مستقبلا بغض النظر يعني اللي مضى؟ في المستقبل التوقعات واضحة الآن. الفيدرالي صرح أنه سيخفض من وتيرة التشديد ورفع أسعار الفائدة، وبالتالي سيتم رفع 50 نقطة أساس بدلا من 75 نقطة أساس. هذا أعطى نظرة أخرى إلى السوق أن الفيدرالي بدأ توقعات بأنه التضخم سينخفض، وهذا رأيناه في الأرقام حاليا، ولكن ما زال في الأسواق تسعير لبيانات التوظيف وبيانات الجوبليس كليمز اللي صدرت أيضا هذا الأسبوع، وتسعيرها أتى بشكل سلبي على الأسواق المالية أيضا. وفي المستقبل هناك توقعات إلى ازدياد هذه الفجوات وازدياد عدد مطالبات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن الشركات بدأت بإنهاء خدمات عدد كبير من موظفينها، ورأينا خلال هذا العام عدد كبير من الشركات الكبرى من سناب شات، نتفليكس، ومؤخرا ميتا أنهت خدمات عدد كبير جدا من الموظفين، وهذا أعطى توقعات مستقبلية إلى استمرار هذه الوتيرة. وبالرغم من تخفيض الفيدرالي وتيرة التجديد إلا أن الاقتصاد سيبقى يعاني من ارتفاع أرقام البطالة وعدم المساواة أو بين أرقام متوسطات الدخل وأرقام التضخم بالرغم من انخفاض أرقام التضخم، وهذه المخاوف مجتمعة شكلت ضبابية جدا على تداولات الدولار نفسه، ولكن توجهات السوق ما زالت واضحة وتوقعات تحركات الأسواق في الوقت الحالي ما زالت واضحة. سيتابع الدولار على الأغلب اتجاهه الصاعد بالرغم من التصحيحات التي حصلت في خلال هذا الأسبوع، وستعود أسواق الأسهم على الأغلب إلى الانخفاض للوصول إلى المستويات التي كانت متوقعة سابقا. وهذا الشيء الذي يشكل محور إدارة أو استراتيجيات إدارة المحافظ في الوقت الحالي. تمام. إذا ما بقينا على نظرة أو ما ذكرته من الأثار السلبية على السوق، فعليا نحن يوم الجمعة رأينا قفزة تفاءلت منها
كثيرا الأسواق، رأينا ارتفاع بمؤشرات الأسهم، رأينا التراجع بسعر صرف الدولار، ما في بعض الأحيان أو للبعض يشير إلى تفاؤل وليس تشاؤم. التفاؤل في الغالب موجود عند المتداولين الأفراد أو المحافظ الصغيرة أو المحافظ المضاربة. هذه رأت تفاؤل كبير جدا لأنها استفادت من الحركات التصحيحية التي وجدت في السوق خلال هذا الأسبوع، ولكن على نظرات طويلة أو متوسطة المدى فإن المحافظ الكبيرة والبنوك الاستثمارية ما زالت تحافظ على نظرتها السلبية للأسواق والنظرة الإيجابية للدولار الأمريكي على أنه ملاذ آمن في الوقت الحالي، إلى أن يثبت دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود الفعلي. حاليا هناك أرقام وتكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ الدخول في حالة الركود وبدأت الأسواق تسعر مخاوف الركود، ولكن لم يتم تسعيرها بشكل كامل، وهذا يعني أن الأسواق ما زالت تحافظ على نظرتها التفاؤلية في اتجاه الاقتصاد الأمريكي. محمد برقان، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم.